مشاهدينا ينضم معنا في الشأن السياسي السيد محمد هاشم. أهلا بك سيد محمد. حديث ومصادر تتحدث أصلا عن يعني محاولات الابتزاز المفوضية، نظرتكم لهذا ويعني هذه المساعي تراها سيد محمد ستتمكن ربما من يعني نزاهة عمل المفوضية أو التأثير عليها يعني بشكل أو بآخر؟ تفضل. نعم، تحية لك ولقناتكم الكريمة والجمهور الكرام. وسهلا. يعني هنالك ضغوط تمارس على المفوضية مع اقتراب انتخابات، وهذا أمر طبيعي ووارد، يعني مع شديد الأسف موجود في العراق منذ يعني بدء العملية السياسية بعد 2003 وإلى يومنا هذا. لهذا نتمنى أن تكون يعني المفوضية حال وحال القوات الأمنية وهذه الهيئات المستقلة الأخرى أن تكون بمنأى عن هذه الضغوطات وأن تمارس دورها باعتبارها يعني احدى الوسائل الحاميه للدستور والعمليه الانتخابيه. هي ضغوط تمارس يعني سيد محمد، لكن الجديد ان تنصاع المفوضيه لهذه الضغوط، هذا ربما شكل يعني صدمه لدى الاوساط الشعبيه. يعني بالتاكيد استجابه المفوضيه سيضعها في حرج، وكذلك سيعني يدخلنا في نفق مظلم اخر ومشكله كبيره، باعتبار اننا في العراق يعني ليس لدينا وسيله للتغيير سوى الانتخابات وصندوق الاقتراع، ولهذا الضغط على المفوضية أو استجابة المفوضية لهذه الضغوطات تعني أن هنالك كارثة كبرى ستحل في العملية الانتخابية، وهذا بالتأكيد سيقود إلى مشاكل كبيرة وقد يعني تقودنا إلى فراغ دستوري أو اعتراض على النتائج، وبالتالي ستدخلنا في مشاكل نحن في غنى عنها. يعني في حال إن كان هنالك انصياع فعلي من قبل المفوضية، كيف تردون على انجرار المفوضية مفوضية الانتخابات وراء يعني رغبات أحزاب محددة وأحزاب معروفة بفسادها؟ يعني بالتأكيد هذا يعني الأمر لن يمر، هنالك قوى سياسية فائزة بأصوات الشعب والجمهور، وهنالك قاعدة جماهيرية كبيرة للأحزاب التي أنجزت وقدمت خصوصا في المحافظات المحررة. نعم. ولهذا مثل هذه الممارسات أكيد لن تمر مرور الكرام، ولا سيكون هنالك يعني رد شعبي قبل أن يكون حكومي وسياسي، باعتبار أن المفوضية هي الأمل الأخير لكي يصل صوت الشعب والجمهور عن طريق المرشحين الذين يختارونهم بصناديق الاقتراع. طيب لغاية الآن كيف تقيمون الحراك الانتخابي بهذه الفترة؟ يعني ماذا أشرتم بهذه الفترة بالتحديد سيد محمد؟ يعني بالتأكيد قبل كل انتخابات يكون هنالك حراك سياسي، تكون هنالك تحالفات، تنسيق، انفتاح على قوى أخرى، يعني تواصل مع القواعد الجماهيرية، إعادة ترتيب أوراق، وبالمقابل هنالك يعني أحزاب تمارس التسقيط، يعني خاصة الأحزاب التي ليس لها دور على أرض الواقع، وكذلك الأحزاب الأخرى صاحبة الإنجاز أكيد تتواصل مع جمهورها وقواعدها الانتخابية بإنجازها المحقق على أرض الواقع. هو حراك سياسي يعني معروف، وهذه حالة طبيعية وصحية. نعم. يعني باب التقديم اليوم أكثر من يعني 30 تحالف انتخابي إلى الآن سجل في مفوضيات الانتخابات. طيب. أعتقد ستكون هنالك يعني أيضا تحالفات جديدة، وهي حالة صحية وطبيعية تشهدها الساحة قبل كل انتخابات. يعني وما توقعاتكم هذه المرة لردة فعل الشارع من صعود شخصيات يعني عرفت بفسادها وابتزازها وأوصلت بالتالي بعض المحافظات إلى الخراب والدمار كما تعلم سيد محمد؟ أنا أعتقد لن يكون هنالك رد فعل، لأن الصندوق هو الفيصل في نهاية الأمر، وأنا على يقين أن جماهير المحافظات المحررة لم ولن تختار سوى الذي قدم لها وخدمها وأوصلها إلى هذا الحال، يعني من توفير الخدمات وإن كان دون المستوى المطلوب، ولكن إلى حد ما هنالك يعني حملات إعمار واستقرار أمني واجتماعي في هذه المناطق، فأعتقد لن يكون هنالك إشكال، لأن الشعب أصلا يعني مهيئ ومستعد لأن يقف مع الذي وقف معه خلال محنته وخلال سنوات الست المنصرمة. الباحث في الشأن السياسي سيد محمد هاشم، شكرا جزيلا لك.